مزيكا. تعيطي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هموتك النهارده يا بنت. هو انا مالي يموتك ولا يقتلك؟ انتوا ورايا في بعض اصطفلوا مع بعض. يا بنت ليه انت؟ ليه؟ ونعمه شريفه يا اخويا انا كنت بعمل كده بس عشان اغيظك. واللي عايز يغيظ حد يا سماح يروح يشتغل رقاصه لو مش اي رقاصه. دي الهانم عامله لي فنانه المنطقه. يحرقك بجد يا يوسف، انت بتسخنه اكتر ما هو سخنان. ونعمه شريفه يا رايق زي ما بقول لك كده بالظبط. وحياه ربنا عندي يا اخويا انا كنت بس بغيظك عشان يعني ما انتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحب رايق. عايز ايه من زفت؟ بقول لك بحبك. ما سمعتش حاجة، أنت سمعت حاجة يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص. بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ ونعمة شريفة أبدا. وأكتب عليك الليلة دي. إيه؟ إيه ما خدتيش بالك أنت كمان؟ اسكت بقى. قول ونعمة شريفة وحياة ما عندك ما هترجع في كلام. إيه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلام ولا إيه؟ أنت تهدي ده عربية نقل ما معلش يا جماعه اصل الميت قربنا بس من بعيد من بعيد. لو فتحت بقك هقطع وشك. ايه هو ايه يا زنجيره؟ عمر يا باشا احنا هنقضي الليله كلها هنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انا لا بشمر اكمام ولا بفك ساعات، فلخص كده وهات معايا من الاخر. مين بقى قال اللي كسر محل الراجل اللي ولع فيه؟ انا قلت لك يا باشا تلاقيهم بلطجيه ولا شويه عيال ولا حرام سعادتك يعني. وانت ايه بروح امك؟ احمد زويل افتح بقك يالا افتح. الاحة يا باشا والله وشربك الاحة. الاحة ولا بلاحة؟ في حد يبلع موس يا باشا؟ يا سلام، يعني ما بتلفهاش في كوره صوف وتبلعها؟ عمري يا باشا عمري. صوف فتحي يا صوف فتحي. تمام يا فندم. ما هو برابس الواد ده ينزل كل اللي ببطنه وتحرزه لي. حاضر يا باشا تحت امرك. يلا يلا يلا. تمام يا فندم. يا فلاي سمبيه. يا اهل يا رايق. هم مسكوه ليه؟ لا يكونوا لقيوا معاه حشيش وبنك؟ مفيش الكلام ده خالص يا خالتي، تلاقيهم بس عايزين يسالوا سؤالين وبعدين هيرجعوه تاني. خلاص يبقى رجلنا على رجلك يا يوسف. رجلنا على رجلك فين يا سماح؟ انت اتجننتي واحنا قاعدين نسوم بتروحي اسم. يا اخويا انا بس عايزه اطمن وامي كمان عايزه تطمن. ايوه انا عايزه اطمن. يكونوا هيبيتوه؟ يبيتوه فين انت كمان؟ هي لوكاندا. انا هروح اشوف ايه الحكايه واقول لكم اول باول اللي بيحصل. اطمنا يا اخويا. ماشي. ايه يا عم؟ ده ما كانش عيش وملح بقى اللي اكلناه لك هنا. ده حتى العشره ما تهونش على اللبنه الحرام. معلش بقى يا باشا اللي حصل حصل. تبقى لسه زعلان بس انت عارف يا رايق ان العمليه اياها عادل بيه هو اللي ارتمها معاك وهو اللي خلي بيك مش انا. صح يا باشا مش انت. طب امرني زي ما تقول كده. رايق مطلوب مني كميه سلاح ومش اي سلاح، السلاح الميري اللي اتسحب من الابسام ولازم يا سيدي اسلمه في 48 ساعه. وانت شكلك كده هتساعدني. والله يا باشا كان نفسي اساعدك بس انت عارف ان انا ساعه الثوره ما كنتش موجود، كنت مسافر بره البلد يعني. بعدين انا سامع ان السلاح كله اتلم خلاص. تصدقش ده كلام جرايد، في سلاح كتير ضايع والشوارع مليانه. والبركه فيك بقى انت واصحابك الديبو ويوسف مش لسه شغالين مع بعض يا رايق؟ يا باشا لسه شغالين مع بعض بس في الخير. هنشوف بقى اذا كان في الخير ولا في حاجه تانية. اسمع يا رايق، انا كل اللي طالبه منك كام حته سلاح مع كام عيل من عندكم. بسيطه بسيطه. بس هو حد قال لك عليا يا باشا ان انا مرشد ولا حاجه؟ يا اما كده يا اما هنزل بنفسي الم السلاح وساعتها بقى في عيال كتير هتتلم. لو على ايه؟ هتنزل وتتعب نفسك؟ بس اقدر يعني العيال دي جات لك لحد هنا وما رجعتش. عيب، انا مش زي اي حد. ماشي يا باشا عشان انت مش زي اي حد انا جايبهم لك لحد هنا بالسلاح. بس اوعى تنسى احنا كمان مش زي اي حد ومفيش حد من عندنا هيشيل قواضي. ماشي؟ متقلقش دي هنتصرف لها في اي عيل يشيلها يا عم. وبكفايه الواجب اللي هتعمله معانا. طب عد بقى الجمايل. هنعد يا رايق. ماشي يا باشا. نازلك يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. نورنا يا باشا. هلا يا ديب ازاي؟ ازاي معايا خدمه يا باشا؟ ربنا يخليك يا باشا. نورنا والله يا باشا. عيش يا باشا. عيش. ايه؟
مين اللي نقل مواجهه من اول ورا كده؟ هو اللي نفس النقص يا باشا، هو ما شافش الفلوس. طب روح شوف شغلك انت. اه معلش. وجيه يا باشا، مساء الخيرات. اهلا ديبو، ايه اخبارك؟ كله تمام يا باشا. والله لو كنت كلمتني كنت قلت لك اجلها النهارده وبلاش. قصدك يعني علشان منصور الزفت؟ هو في غيره يا باشا، هو اللي بيهلفط بالكلام. ده حتى طلع بكره في العشرة مساء، محدش عارف يقول ايه يا باشا. سيبه يتكلم، انا عايز اوصل لاخره ايه. يا باشا لو عايز نتصرف معاه قول لي. اللي زي ده ملوش غير حل من الاثنين. يا اما نسيبه يتكلم وساعتها ما نضمنش تاثيره على الناس هيبقى عامل ازاي. يا اما ياخد فوق دماغه من اول مرة. ماشي يا ديبو. اتصرف. والله يا باشا ما جبتش، مفيش داعي. انما يا باشا ما جبتش كده. امسك امسك يا راجل. مساء الخيرات. مساء الخيرات يا منصور باشا. اهلا يا ديبو. قول لي اخبار الخرفان اللي هناك ده ايه؟ تعبان يا باشا، تعبان من اللي قلت عليه امبارح. عشان كده قاعد لوحده ده زي الولاء يا باشا. هو مش عايز يفهم ان حزب الكراسي الموسيقيه بتاعهم ده خلاص راحت عليهم على اللي راحوا. بس انا يا باشا برضه اللي سامعه غير كده خالص. ده ناوي يعمل حمله تشويه قذره لكل رموز البلد المحترمه. ما هو ده منهجه من اديو. بقول لك يا باشا احنا عايزين ناخد بالنا. انا من شويه مسكنا واحد صحفي ومعاه كاميرا وكان مخبيها. ممكن يفبركوا حاجه كده ولا كده، ساعتها ما نضمنش الظروف هتكون ايه. صور حاجه يا ديبو؟ لا يصور ايه؟ محدش يقدر يصور حاجه وديبو موجود يا باشا. احنا نقول برضو بس يعني ايه؟ ناخد احتياطنا يعني. ماشي يا ديبو. ميرسي يا ديبو. مفيش داعي يا باشا والله، ارتاح. ميرسي جدا. رايح فين يا باشا؟ لا محتاج انام بدري عشان عندي اجتماع بكره في الحزب. ماشي يا باشا. النوم بدري صحي برضو. نعم يا باشا. قطعهم وقطعت سيرتهم. انا اول ما بسمع السرينه بتاعتهم دي ولا مدرك ايه جدتي بتتلبش وبحس كده كاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. اه زي امبارح لما قبضوا على صلاح اخويا. صلاح ايه ياما دلوقتي؟ خدوه يا حبه عينوه تلات اربع ايام ومحدش يعرف عنه حاجه. لولا ابويا هو اللي قوم له محامي زيع ومتصيص وعقر، هو اللي طلعوا منها زي الشعره من العجينه. والله الولية دي ايه اللي جابها عندنا؟ العمر الطويل لك يا زوزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف ما بيردش عليا، يبقى اكيد في حاجه. حاجه دي يا بنت ما ترسي كده. هي من امتى الداخليه كانت بتيجي تاخد رجاله من عندنا؟ يقوم لما يشطحوا ينتحوا ياخدوا الرايق؟ مش ممكن طبعا. امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ امال ما بيردش ليه يا خالتي؟ والله وانكشفتي وانفضحتي يا سماح. هو ايه اصله ده؟ كل الحكايه يعني ان انا خايفه على الراجل يكون اتاخد ظلومه، والظلم وحش برضه. ما هو الحب اوحش يا حبيبتي ولا ايه يا زوزه؟ يا لهوي يا خرابي يا لهوي. بتضحكي يا وليه واخويا مقبوض عليه؟ يا خرابي بتضحكي يا وليه؟ الوليه ده اهي هي اللي كانت متجوزاه قبل كده وجايه عشان تعمل ايه؟ يا لهوي. اظن انت اتكلمت كذا مره وانا ما ردتش عليك، فده يدل على حاجه واحده بس، انه لا الظرف ولا الوقت مناسب ان انا ارد على حضرتك. وقت ايه وظرف ايه يا مدام؟ تكونيش فاكره ان انا بتصل احب فيكي واقول لك نرجع لبعض. انا مش هحرق دمي مع واحد زيك يا سعيد. عايز ايه؟ يعني اكون عايز ايه يعني؟ عايز اكلم رامي ابني ولا عندك مانع ان شاء الله؟ عشان ااكد لك انك مش بس زوج فاشل، انت اب فاشل كمان. انت عارف الساعه كام دلوقتي يا بني ادم؟ الساعة 3 الصبح، يعني ابنك نايم بقاله أكتر من 5 ساعات. هو مش رامي عنده إجازة بكرة ولا إيه؟ الله، مش شغلك. بنت ما تزعقيش أنت بصوتك دوت اللي فكرني بأيامك الزفت. أيامي أنا الفقر يا واطي. آه، أيام أنا. وماله؟ حسابي يجمع يا حلوة. أنت بتهددني؟ بتهددني يا بتاع أنت؟ أنت ناسي كنت إيه ولا إيه يا سعيد؟ ناسي كنت إيه وأنا وبابي عملنا منك إيه؟ أنت كنت حتة مرمطون بتقف قدام البازارات بتاعتنا بنمسح فيك جزامنا. وابوكي كان ايه يا حبيبتي ان شاء الله؟ مش كان مرمطون برضو عند الخواجة ولا نسيتي اصلك؟ ايه؟ سكت يعني. ما علينا، انا بس بكلمك عشان اقول لك ان هاجي اخد رامي كمان يومين يجي يقعد معايا في السخنة. عايز اشوف القرية عندي بقت عاملة ازاي دلوقتي. انت بتحلم يا سعيد. انت حبيبي مالكش غير الساعتين اللي المحكمة اديتهم لك. اكتر من كده انسى. بتزعلي من اماني وانا في التليفون. معلش يا حبيبي انا صوتي كان عالي شويه.
اصل في واحد كان بيعاكسني في التليفون وانا قلت له يحترم نفسه عشان لو ما احترمش نفسه معايا راجل في البيت هيمسكه ويعلمه الادب. مش انت الراجل بتاعي برضو؟ اه صح. يا روحي انت يا روحي. انت ناوي بقى تتطور في الحوار ده ميمي؟ بس طب مزاجنا مش بحاجه تانيه. ولا هيثم دوت غدار يا رايق. لو تفتكر العمله اللي عملها في ولاد الطحاوي. لا وايه؟ كان لسه مستجد على الاسم بتاعنا. فاكر؟ اديك قلتها على ياسين. فاكر يعني كان زمان. لما كان لسه ظابط مستجد في الاسم والداخليه شد السلخ علينا. لكن بقى كل سنه وانت طيب. دلوقتي الدنيا اتشقلبت حالها. واللي كان فوق في يوم من الايام دلوقتي دماغه بقت لتحت. وسام ياسين بيتكلم في الصح برضه. حرس ولا اتخون؟ بص يا نجمه. اللي زي هيثم ده اصله شبطه. لو ما خدش اللي هو عايزه هيشتغل لنا في الازهر. يقعد ينبح علينا في رايحه ولا جايه واحنا مش ناقصين، احنا ورانا مصالح. فعلى ايه يا صاحبي؟ ارمي له حته عظمه يتلاقي فيها ويريح دماغنا. ولا انا بتكلم في الغلط يا عم ياسين؟ ربنا يستر يا رايق. اتكل على الله انا بقى هحلى من شويه. ماشي يا عم الدنيا تعبلك معانا. عيب يا وسخ ما تقولش كده. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد ابو حجاج. لا اتكل انت على الله، انا قاعد شويه. اه سلام. سلام يا ولاد. وعنها يا بنتي وراحت ماسكه في زماره رقبتي وعينك ما تشوف الا نور، واطلعي بره يا بنت الكلب، ايديها عامله زي المرزبه زي المفتاح الانجليزي، حتى من ساعتها وزوري مجروحه اهو. غلبانه والله الست دي ياما. اه يا كبدي عليها، بس ساعات تلاقيها كده قاعده بتتكلم وبتساير وواعيه اللي بنقوله، وساعات بسم الله الرحمن الرحيم يحضروا عليها وما تعرفيش تكلميها. هما مين دول اللي يحضروا ياما؟ خالتي زوزة عيانه عندها زهايمر. زهايمر؟ هو ايه زهايمر ده يا بنت؟ زهايمر ياما يعني بعيد عنك كده فقد اللي بيحصل حواليها، يعني تلاقيها فاكره اللي حصل زمان كانه حصل دلوقتي، واللي يحصل امبارح تنساه كانه ما حصلش. اه علشان كده على طول جايبه في سيره صلاح اخوها. هتلاقيها كده على طول عايشه بتحكي في بتوع زمان وخلاص. بس ده مش عاجبني خالص. ممكن تشوف لي حاجه من التشكيله اللي في الفاترينا اللي هناك دي؟ انهي تشكيله فيهم يا فندم؟ التشكيله اللي هناك عندك دي. انهي واحده؟ معلش لا مؤاخذه مش واخد بالي يعني. اقول لك خلاص خلاص انا ممكن اشوف الاسوره دي. ماشي اتفضلي. بس مالها خفيفه قوي كده ليه؟ دي خفيفه. اه مش عارفه. حضرتك ممكن تشوفي دي. لا 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 مش عارفه والله. بس يعني فاكر يا فاروق الزبون اللي قفشناه بيسرق السنه اللي فاتت؟ اه فاكر. فاكر عملنا فيه ايه؟ وديناه الاسم. لا 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 افتكر كده قبل ما يروح الاسم عملنا ايه هنا في ايه في المحل. يا نهار ابيض يا جيجي، ده كان علقه ما خدهاش حمار في مطلع. مش كده ولا ايه؟ ايوه. في ايه؟ انت بتمسكي شنطتي ليه؟ عايزه ايه؟ ما خدتش حاجه. ما خدتش حاجه؟ انت متاكده؟ امال ده ايه يا رحمة؟ يا نهار ابوك يا اسود، انا هتصل بالبوليس. استنى يا فاروق، تمم على حاجتك الاول. شوفش وشك هنا تاني. هور ايه اللي عملتيه ده يا جيجي؟ محدش عارف ظروف الناس ايه يا فاروق. مش يمكن البت دي تكون بتجري على اخ صغير وام غلبانه؟ ولا يكون ابوها راجل جاحد ما بتشوفش وشه غير كل شهرين؟ دي اتعلمت الدرس، مش احسن ما نضيع مستقبلها وتخش السجن. هو هنا بقى التكيه اللي يخش يعبي. خلاص يا فاروق حصل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. انا ماشيه. انت عارف حاجه؟ سلامتك. مش انا قلت لك ما تبقاش تنزلي مخصوص؟ بفك عن نفسي شويه، وكمان ما بحبش اشوفك تنزلي لوحدك. ايه مش الناحيه دي؟ قلت لك الناحيه دي مليون مره. انت اللي اسمك دياب؟ ان شاء الله. امسك يا دياب. مفيش داعي يا سعادتك، احنا خدمينك من غير اي حاجه. انا عرفت ان البنت اللي اسمها سماح دي تبعك. لو البنت دي تخصك بجد قول لي عرقك كام. اما بقى لو بتسمحك فيك اخلع نفسك من الليله دي خالص. انا لسه ما خلصتش كلامي. هو كده كده البنت دي هتجهز وتجيلي بكره وانت اللي هتجيبها بنفسك يا دياب. طب اسمع بقى، ده البنت دي كده ولا انا ينفع يتقال لي كده؟ يالا انت صدقت انك برنس ولا ايه؟ اوعى تكون مصدق شويه الهلاهيل اللي ملبسينها لك جوه دي. صح يا باشا، ما الهلاهيل دي ياما بتداري. ايه
بقول لك ايه؟ زي ما قلت لك البيت دي تخصني والمكان هنا يخصني، والمكان ده هيمشي بنظافه طول ما انا موجود فيه، لو دماغك في حاجه تانية هتلاقيها بره مش هنا. ها؟ بره. ماشي. ماشي يا ديب. نادين مدام فادي عايزاكي جوه. حاضر. اوكي. بص فتحي، دي تالت مرة تفرق في الورق، طب دور على حاجة جواه. أنت شايف يا رأي الأرض دي بتاعت مين؟ بتاعت فوزي الغنام، وأنت فاهم طبعًا مين هو فوزي الغنام. مكتب الكسب بينكش وراه بإبرة، وأنت جاي دلوقتي عايز موافقتها. طب ده وقته، ده وقته يا رأي. أولًا الأرض دي مش بتاعت الغنام لوحده، دي بتاعت شركة مساهمة، هو ليه 20% بس. ثانيًا بقى مكتب الكسب ده ملوش حاجة عندنا طالما ما صدرتش امر بالتحفظ على الاموال. ثالثا بقى والاهم، انت مش جاهد بحث ولا تحري عشان تقلق من حاجه. الورق قدامك ده سليم، محتاجين امضاءات بس عشان نكمل الورق، ولا انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص احنا ان شاء الله عشان خاطرك من بكره هنسعى نجيب الموافقات دي، وربنا يستر. وانا عينيا ليك يا سكر. جهز لي 600. كتير يا عم الحاج، السيولة اللي مع الناس عايزين يرموا بيه اساس عشان يبقوا فتحوا بطن عيان وخلصنا منه. اياكش يموت العيان، ارض ب 30 مليون مستكتر نسبة 2%. اكيد يا راي انت جاي تهزر. يا راجل يا طيب، ده انا سادد عنك 100 ايد وبق وهسلمك على مية بيضة، هسلمك على الجاهز. يا عم خلاص خلاص، هعمل لك ايه؟ ما انت كل مرة تاكلني وتضحك عليا. طب اقول لك ايه؟ اسمع، ايه رايك بقى تديني شقه في كل دور على الاربع عمايل؟ ماشي. طب ايه رايك انت بقى بتاخد دورين مقفولين في عماره واحده، او دور اتكتب باسم المدام ودور اتكتب باسم العيال، ويبقى شغالين في السليم. حلو الكلام. This is the papyrus plant and as you can see it turns into paper, but we have to get all the water out of it, so we put it like this and we use the hammer to bring out all the water. And this is not for pizza here, we use it for the plant, as you can see. All I'm sorry, excuse me. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش قلت لك 100 مره ان ده مكان شغل؟ ما انت مش راضي ترد على تليفوناتي، وانا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. اخلصي، في ايه؟ يوسف انا حامل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الناس كلها بتتكلم عن انجازات سيادتك يا فندم. سمعتهم بنفسك؟ طبعا يا فندم. بس اللي يهمني انت لسه ما سمعتوش. اعرفه يا فندم، اعرفه وابلغ سيادتك بيه على طول. عندنا ايه النهارده؟ الميتنج مع وكلاء الوزاره بعد ساعه، بعد كده لازم اتحرك على المطار عشان مقاوس الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين. مفيش حاجه اسمها لازم. سوري يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك مبعوث الوزير الالماني هيوصل القاهره خلال ساعتين، ده في نفس وقت اجتماع الوزراء. حضرتك هتعتذر على الاجتماع؟ مبعوث الوزراء اي حد من الرسم يروح يستقبله، اما اجتماع الوزاره انا ما اقدرش اعتذر عنه. تحت امرك يا فندم. الساعه 6 في منزل السفير البلجيكي. اعتذر. تحت امرك. في ايه تاني؟ ده ملف مندوب جامعه الدوله اللي سعادتك هتقابليه بكره. دي كل المعلومات اللي قدرنا نجمعها عنه. خالد نواف ده مندوب الجامعة. مش عايز اعرف حاجة. تحت امرك. ايه يا كبير؟ هجمت
خد انت، خد خد تاكونا بقى. خد فين؟ كفاره مين؟ تعال خد اجيبه، تعالى كله. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى يا عم. خلاص يا عم، بقول لك ايه؟ هيثم ايه بقى دخلته؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه يا عم. الراحه دي عارفين يا عم، عارفين. بقول لك يا ميمي، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالها سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيه الاول؟ يا صاحبي في ايه؟ النسوان دماغها طاقه، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجها يا دياب. بس لو حكمت ورحمت ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه ما تقول لي؟ ما عملتش حاجه. لا عملت حاجه يا جدع، هنقعد نعيد يا عم. في ايه؟ ما عملتش حاجه. هتفضل يا جدع، مفيش حاجه. ايه؟ عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحه. حكايه وما فيها انها شغاله معايا وانت عارف. هناك في بشوات نمره واحد، وحتى لما تروح لوحدها بالليل مبقاش انا مطمن عليها. مفيش امان يا صاحبي. يا دياب مفيش حاجه. لو في حاجه رسيني. يوه عيب عليك يا جدع، انت مفيش حاجه والله. سندوتش يجيب لك يا عم. كتر لها لف كله يا سلام. رومي ماشي. جرجير جرجير. ها صباح الفل. صباح العسل. امك انا بعمل لك سندوتشات. ها نحلة. ايوه بيه العنايه. خلي بالك عبر ماجد، انا قلت البت دي مش هتشتغل. يعني مش هتشتغل؟ واشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي. هتمشي هتمشي على نفسه ياما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطلعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا واد يا ميمي. عايز تمشي حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت، احنا ما احناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه ياما وهو بيضربني. بتسخنيه؟ ده باين انه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا. اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي يا مصر، خلصت ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغال اهو، بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت. هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتعش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد لخوفك. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. اه ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره. لو المقدس جه وجرد وما لقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوني في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبه ايه بقى؟ زي النهارده من سنه كان اول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف انا عارفه ان انت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس انت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت اعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجه حاولت اعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. انت صعبت عليا كل حاجه من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا. هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شيله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمة؟ أنا رأيي تقعد النهاردة في البيت تتفرج على الإعادة دي، مهمة جدا، أهم من الماتش. أوه جمهوره دافدة. خلي بقى الأهلي ينفعك. طيب لما أشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟ ده اتكشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده.
بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم. قال لي هاتيها له من بره، وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين روشته؟ هتصرفها لي من عندكم. مالكيش دعوه، بس هاتي روشته. وما معيش الا هم دول، ورحمه ابويا ما معايا غير. خليهم معاكي، فطري بيهم الوقت، ان شاء الله هيخفوا وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. وادي يا نحل. عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهل ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا، الله اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع علينا عاده ابدا يا زوز يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما نقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. وادي يا نحله. انا يا ست زوز. ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوز. حالا انت رايح فين؟ في نقعد يا عمتي. مصحف صلاح مات من زمان. مات يا سبتي، مات امتى يا ولد؟ هتتفاجئي. ليه يا ميمي مزعل زوز ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ ليه النهارده شاديه في معبوده الجماهير؟ حق الواد ده احذره بايخ قوي، ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمود. طيب وعندها صلاح بالمره برضه. ها ماشي، عندها لك صلاح اهو. يا سماح، مش تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعمه يا اخويا قلت لها 100 مره هي اللي ما هياش رد. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب؟ لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك، روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تطجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقفلك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق لا عمره هيحن ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه لو ما بطلتيش لا هيحن ولا هيعبر. في ايه يا سماح؟ من واحنا قاعد صغيره في الحاره هنا واحنا عارفين ان ميمي كاتبك على اسمه؟ ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات يا اللي في دماغك يا بنت على الصبح؟ دماغك ما تروحش لبعيد يا روح امي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. وفي ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي بكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب، وصباحك فل. عاشتيني يا بنت. انت كمان. طب بقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. تبعتيلي يا خالتي عنك. ابو يوسف. تسلمي يا حبيبتي، سجاير وجاي. عدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا رب السبت. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا يوسف، ازيك؟ المسقعه وصلت. عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه، صنعت ايديا، وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقه كلها عارفه ابو يوسف، المسقعه بتاعتك بينج بينج. بتاعت البينج وصلت اهي، هي تحفه. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي ديحه، دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء، ويرزقك بابن الحلال. بنت يا شاحن، روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه. يلا قومي. يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ ده لك شويه ذهب بقى انما ايه؟ لوز. لا ملوش لزوم الاستعجال، السوق رايح اول يومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبين العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه. خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمخ. بس انا بقول لك ايه، عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطلع. ذهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده ذهب؟ يا بنت قطعيها عادي. مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتوره ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه منك. واجدع من 100 دكتوره كمان، ده انت ملاك الرحمه شيماء. ونعمه من كتر العيا والعيانين اللي بنشوفهم في المستشفى، حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين. يا رب. انت عارفه شيماء، وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت. رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضراء، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضراء وشعر اصفر، واد فله، مش بيقول لك البت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البت بقى، وتنوي على الخير. عايزين نفرح بيكم. ربنا يسهل بقى. هيسهل ان شاء الله، بس انت انوي، البت بتحبك.
قالت لك حاجه يا بنت ولا ايه؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينيها وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها. لا قولي لي يا ولية، المعدول جوزك ده ما بيجيش؟ لا يا اختي بيجي، بس كل فين وفين. انا اللي اعرفه ان الراجل لو مش قد المسؤوليه لا يتجوز ولا يخلف، زي الواد جيبه ابني كده بالظبط، ما هوش قد المسؤوليه ولا قد الجواز ولا الخلف. لا يا شيخه، جيبه رخر كده واسخا من كده، ده انا امه اسالين انا عليه. والنبي ومن نبى النبي. قولي لي يا ولية، هي البنت بنت الجيجي ما بلهاش عريس الايام. يلا يا بنتي هات الطعميه. بتعمل بسرعه يا سي ياسين. ايوه بس المسقعه ريحتها تفتح النفس. تسلم ايدك يا ام يوسف. بألف هنا وشفا، ان شاء الله تعجبها. تعجب الباشا، امال ايه؟ انا عامله لك طبق زيت تاخده معايا. تعيشي، ايه رايكم الفطور اللي جاي ما نعملها كلها مسقعه وندوق بقى؟ يا سلام، كله مسقعه كله مسقعه. مفيش بصاره يا سي ياسين، ده البصاره حلوه قوي. لا لا حلوه، امال ايه البصاره؟ فين العيش يا ولاد؟ العيش اتاخر. يا نصه تعالى. ايوه اهو. Okay, it's fine. You sure? Yes. Here's the money. How much in there? Here's half. The other half after 2 days. That wasn't our agreement. We agreed that the full amount of money should be paid on delivery. Sorry, Mr. Shammy. It's a lot of money. Besides, the transfer hasn't come through yet. I will pay you after 2 days. Okay, Mr. Denny, I will agree this time because this is not the first time that we do business together. But I will get my money within 2 days, not more. انت عايزنا نروح على اسم برجلينا وكمان بالسلاح المسروق؟ صباح الفل يا جرير، انت عايز تجبسنا في حيطه ولا ايه؟ جرير بكتيريا، ده انت حبيبي، يعني مش انا اللي هجبسك في الحيطه. بعدين بقول لكم الحوار ده على ضمانتي، انتوا رايحين بوسطجيه، هتسلموا وتردوا على طول. واحنا ايش ضمنا؟ هي الحكومه ليها امان؟ افرض روحنا بالحاجه مقفشيننا ومشايليننا الليل. يا ده انت حمار، بقول لك الحوار ده على ضمانتي، يعني محدش هيعرف يعمل معاكوا اي حاجه. بعدين لو ما انتوش حاجه مفسوكه ليه واقفين هنا فوق دماغنا؟ بعدين لما وصف كلمة معنا انتوا كلكوا شويه على المسجله، والداخليه ليها البوم صور لكل عريس فيكم، فنودي الحاجه وما نقرفش روحنا يا جدعان. خلاص يا ريس خلاص، احنا هنعمل يا اسطى اللي انت عايزه، بس انا بقول لك اهو قدام زيت وبكتيريا، انا مش مطمن يابا للحوار ده. وانا هبقى في ضهرك في اي حوار. يبقى خلاص يا جدعان، امانه زلطه، ما دام الحوار ده عند الرايق يبقى البقال لله في الكلام. مات الكلام؟ مات الكلام. ايه مفيش؟ ازيك يا عمي؟ طب مفيش سلام عليكم؟ ابويا وحشني اوي. لما بعوز افتكره باجي هنا، كل ركن بيفكرني بيه. حضن وحشني قوي. ما انت اللي واطي. لو حضن وحشك كنت تيجي تقعد مع عمك. انت اتربيت هنا قديم. ياما لعبت واتنططت هنا. كنت كل يوم تعيط ومش عايز تروح، راسك وقالف سيف تبات هنا. قال ايه؟ علشان تشوف العصافير وهي مصبحه. ياه. العصافير. عارف يا عمي؟ انا كنت ببص على العصافير. بقول يا رب يا رب اديلي جناحات زيهم عشان اطير واروح بعيد وابقى مع نفسي. اه بس ربنا اداك عقل يا ديب وقال لك ما تطيروش. قصدك ايه؟ مش عايز تتجوز ليه يا ديب؟ عشان تسافر؟ اه عايز اسافر. وانت عارف ده حلمي من زمان. انا مكاني مش هنا وانت عارف. بحاول بس اعيش. بعدين يا عم لما اسافر هعمل لي قرشين هتجوز ساعتها براحتي. سيبك مني انا خالص، انت بقى ليه لغايه دلوقتي ما اتجوزتش؟ طب اللي يقول لك اني عاوز. عاوز؟ عاوز ايه؟ في سنك ده؟ ايه ده انا كبرت ولا ايه؟ لا لا ما كبرتش ولا حاجه، انت زي الحسن. طب قول لي، قول لي هي مين وبدلتك عندي؟ كحلي ومقلمه دي. كحلي ومقلمه وبتلمع كمان. هتكتم دي؟ هكتم ايه؟ انت هتتجوزها في السر ولا ايه؟ لا سر ايه بس؟
لسه ما فتحتهاش وخايف ترفض يبقى شكل عندك وحش قوي. ترفض ايه وبتاع ايه؟ مين دي اللي ترفض المعلم ياسين على سن ورمح؟ قول لي بس وانا اروح اكلمها لك. تكلم مين يا مفضوح؟ بقول لك سر سر. ايه ده؟ قول بقى قول ورايح قلبي قول. هتكتم؟ هكتم. هجيب البدله؟ هجيب البدله. مديحه. مديحه مين؟ مديحه. ايوه انا عارف انها مديحه. مديحة مين؟ مديحة يا مديحة. ها؟ ويلا مديحة؟ مديحة أم صاحبي؟ أم يوسف؟ يا نهار اسود ومنيل، أقول له إيه؟ ما تقولوش، أنت تكتم خالص. أكتم إيه وأنا جيت هنا؟ أنا ما جيتش هنا أساساً ولا سمعتك أصلاً. أم صاحبي؟ أنت في إيه؟ أنت على قطار ولا إيه؟ طب والبدلة دي؟ بدلة إيه؟ انسى موضوع البدلة ده خالص، انساه خالص من دماغك. لو انا جاي افتكر ابويا ما اشوف لي اي صوره ابص فيها. طب اتكل على الله. دي يا راجل اوعى ايدك يا راجل. اتكل على الله دي انت وصل دماغي. خلاص يا راجل جاي افتكر ذكريات ايه وذكريات ابويا ايه؟ انت لسيتنا ابويا واللي جاب ابويا كمان. ام صاحبي ايه ده؟ مفيش بدل، انسى موضوع البدل ده خالص يا راجل. حاجه وحشه يا اخي، النسوان دول عليهم حاجات. جايه تقول لي انا حامل وان في بطني ده يبقى ابنك؟ عايز تشتغل ان انا بنت المجانين؟ يا يوسف ملك الواد ده يطلع ابنك بجد وانت مش عارف. ابني انت كمان يا مين؟ يعني مش كنت ماشي معاها؟ كنت ماشي معاها بس ما حصلش حاجه. مين قال لك؟ ما انت حكي لي حاجات كتير. انا حكيت معاك في الحوار ده؟ انت حكيت بلاوي. لا يا عم لا. ما يعني الواد ده ممكن يبقى ابنك كده؟ يا عم ورج معاك. بس معلش يا يوسف انت اللي غلطان، ما انت كل يوم ماشي مع واحده شكل. تخيل بقى الستات اللي انت عرفتهم في حياتك دول كلهم عاملوا زي البنت دي، هيطلع لك مش اقل من 80 عيل. حسبتها على كده ورثه، حب واحده في حياتك، بنت كده حنينه بنت ناس. انت ايه بقى الحكمه اللي نزلت عليك مره واحده دي؟ فاكرني زيك برضه ولا ايه؟ انا حاجه تانية خالص. انت الطول تبقى زيي. وبعدين انت شكلك ناويه تتجوز؟ المشكله يعني الست بقى ناشفه بنت الجزمه. مين بقى بنت الجزمه؟ مين بقى؟ مين بنت الجزمة دي؟ موحة. موحة مين؟ موحة. موحة، هي موحة. مغلبانة والله يا يوسف. أمال إيه بقى ما دام بتحبها؟ عمال بتمسيها بعلقة وبتصبحها بعلقة. يا يوسف ما هي اللي بتعصبني. أنا حتى لسه دبابها علقة الصبح النهاردة. ليه يا عم؟ إحنا كنا الصبح مع بعض وزي الفل. بعد ما خلصنا الفطار. يا أخي والله متضايق، بفكر أطلع كده راضية بكلمتين. ولا أقول لك أنتش على تليفون في الهادي؟ لا بلاش. كلم عمتك خليها تقضيها، ما تكلمهاش انت، خليك برنس. صح انت برنس وانا حبيبك، علمني بقى الشغل ده بتاعك. حاضر ماشي. يا عمتي انا ميمي. البنت موحة فين؟ راحت فين؟ تاني؟ راحت ترقص تاني؟ طب على الحرام من دي اللي هكسر وشها، اقفلي يا عمتي. في ايه؟ اهدى، في ايه؟ اهدى ايه؟ راح ترقص تاني، بتكسر كلمتها يا يوسف. يا ديبو، يا سماعة عندك؟ طب اقفل انا جاي. سلام، تعالى يا يوسف. اهدى يا جدع، الحكايه ما تتاخدش قفش كده. وبعدين انت كنت واخدها دكتوره سماعات، ما انت عارف انها رقاصه. انت هتديني يا اخي، انت بتنرفزني. هي العربيه فين؟ العربيه مع ديبو النهارده. دكتور عليه. يوه، وانا عاطف. انزل يا عايز ايه؟ انزل روح مشوار واجيلك. انا خد بس رايح فين؟ اديني ولا تسلم ايدك. والدمغ تقلتها ولا ايه؟ الراجل المره اللي فاتت قال لي الدمغه لازم تبقى تقيله، ما عرفش يصرف البضاعه. ما تخافيش، المره دي زي الفل. محدش يعرف يفرقنا على 21. بس فلوسهم تحضر بكره. الماتس كلمني وقال لي هينزل مصر في اي وقت، وانا عايز اقفل حساباتي قبل ما يجي. ماشي. قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه، ده الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه.
بتعيطي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هموتك النهارده يا بنت. يا نهار اسود، هو يموتني بتاع حاجه؟ انا مالي يموتك ولا يقتلك؟ انتوا رايحين في بعض اصطفلوا مع بعض. يا بنت ليه انت؟ ليه؟ ونعمه شريفه يا اخويا، انا كنت بعمل كده بس عشان اغيظك. واللي عايز يغيظ حد يا سماح يروح يشتغل رقاصه، لو مش اي رقاصه، دي الهانم عامله لي فنانه المنطقه. يحرقك بجد يا يوسف، انت بتسخنه اكتر ما هو سخنان. ونعمه شريفه يا رايق، زي ما بقول لك كده بالظبط. وحياه ربنا عندي يا اخويا، انا كنت بس بغيظك عشان يعني ما انتش سائل فيا. يا جدع ده انا بحب رايق. عايز ايه من زفت؟ بقول لك بحبك. ما سمعتش حاجه. انت سمعت حاجه يا يوسف؟ مش واخد بالي. خلاص بقول لك بحبك. مش سامع. بحبك. يعني مفيش رقص تاني يا بنت؟ ونعمة شريفة ابدا. واكتب عليك الليلة دي. ايه؟ ايه ما خدتيش بالك انت كمان؟ اسكت بقى. قول ونعمة شريفة وحياة ما عندك ما هترجع في كلام. ايه يا بنت؟ هو مين بيرجع في كلام ولا ايه؟ انت تهدي، ده عربية نقل. ما معلش يا جماعة، أصل الميت قربنا بس من بعيد، من بعيد. لو فتحتي بقك هقطع وشك. ايه هو؟